صباح الخير، معكم ماري من شركة ميناس. النهاردة هنتفرج على سيسيليا من الشاليهات والفندق. النهاردة 10/7/2020، تعالوا نتفرج مع بعض على الفيديو على المكان اللي حضراتكم تشرفونا فيه بإذن الله. ده طبعا مدخل الريسبشن، احنا دخلنا من هنا. اللي على الشمال دوت ده سكن. هنا دي حمامات السباحة، احنا هنتمشى مع بعض الفيديو، ممكن ياخد له 5 دقايق كده على السريع. انا اسفة ليكم. ده مكان الشاليهات. معظم الشاليهات هنا والفندق 90% منها كلها فيو. نتمشى لغاية البحر. شغال في نزلة فلفيت الكاميرا. الريسبشن للبحر مش بعيد، يعني انتوا شايفين كمية النظافة اللي في المكان. طبعا المكان كله 3 أدوار بس، مفيش 4 ولا 5. يعتبر نص دقيقة غالبا وصلنا للبحر. دي بقى يعتبر الشاليهات السي فيو. يعتبر كل الشاليهات شايفة البحر الجانبي على اللي هم في الأولين. ده الممر الثاني، ده الممر الثاني للفندق نفسه، للشاليهات والبحر. دول برضو حمامين سباحة تاني. كده أصبح 3 مباني والفيو، شايفين البحر سيفيو. مسافة قريبة خالص خالص خالص. شوف بقى الممر الجاردن. ده الجاردن فيو. ما اعتقدش ان في مكان ما فيهوش باك اصلا، وان كان في باك مش الباك اللي هو بيبص على صحراء او لا. ده الجاردن فيو، وكل الجاردن شايف البحر الجانبي. شوف بقى البحر.
ده طبعا اخر 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 الشاطئ نفسه. دي جراند سيز، ده فندق جراند سيز شامبين على طول. الناس هنا مستمتعة جدا. الشاطئ تحفة بجد، الشاطئ تحفة رملي.